ماشي. تاني حاجة البسبوسة بتطلع ناشفة وشها ناشف وساعات بتطلع مفرولة، فأنا عايزة أعرف إيه السبب في ده وده. وشها ناشف وساعات بتطلع مفرولة؟ بتحطي في المقادير معلقة شربات تقيل أو معلقة عسل نحل ولا لأ؟ لا هو ده السبب. بس وانت مغمضة كده المقادير نفسها، يعني انت لو عملتي الشربات خدي منه شوية تقليهم قوي وبعد كده سيبيه يبرد وتاخدي منه معلقة كبيرة على المقادير بتاعتك بتاعت البسبوسة. ده للناشف اللي وشها ناشف ولا اللي مفرولة؟ المفرولة. المفرولة اللي وشها ناشف لازم تتغطى أول ما تطلع من الفرن. يعني انا بطلع، انا ساعات بغطيها برضو ما بتبقاش طريه زي الباقي. ايه ده؟ طب يبقى السوائل عندك قليله، يا اما بتقلبيها كتير فبتخلي السميد يشرب السوائل اللي موجوده في المقادير. يعني ممكن تكوني بتقلبيها كتير. اتفقنا قبل كده ان السميد بيبقى عامل زي السفنج، السفنج كل ما بتحطيه له سوائل بيقعد يشربها. السميد نفس الحكايه، كل ما بتقلبي فيه بتخلطي كتير بيفضل يشرب لك في اللبن ويشرب لك في السوائل اللي موجوده في المقادير. تمام؟ ماشي يا حبيبتي. فانت ما تقلبيش كتير، واول ما تطلع من الفرن تسقيها وتغطيها على طول. ماشي، شكرا يا شيخ هالة. العفو، تحت امرك.